الهكسوس، الفرعون اللي كان موجود ايام يوسف ده كان الهكسوس، والهكسوس زي ما قلت لكم حكموا مصر بالذات، كانت عاصمتهم اواريس في شمال الدلتا او في منطقه الدلتا، ودي المنطقه اللي كانوا قاعدين فيها. لما نعرف مين هم الهكسوس هنعرف ان هم قبائل رعاه من غرب اسيا، تحديدا من شرق الاردن، وبالتالي هم في المنطقه اللي ساكن فيها ابونا ابراهيم جد يوسف، وبالتالي ممكن يبقى في معرفه لواحد اسمه ابراهيم، وحتى لو ما يعرفوش ابراهيم بالاسم، لكن هو في النهايه من منطقه واحده، هو يوسف كان راعي غنم وهم اساسا رعاة غنم، وده احد اسرار انهم قبلوا يوسف انه يبقى حاجه كبيره بالنسبه لهم، لانه يوسف بالنسبه لهم من نفس القبائل اللي هم كانوا عايشين فيها قبل ما يجي ويحتلوا مصر. دي احد الاسرار الداخليه اللي بينهم، فهم قبلوه علشان كده، بس هو قبلوه بالتاكيد علشان في روح الله، وعلشان في انه فهم انه يقدر يساعده في انه يتخلص من الازمه بتاعت 7 سنين الجوع و7 سنين الشبع. الصوره اللي بعد كده يا ابويا بعد اذنك. فقال له خلاص انت هتبقى الوزير، وخلع الخاتم من ايده وادهوله ولبسه قلاده ذهب في عنقه، ونادوا وراه انه تاني الفرعون، وانه بايده كل شيء، وسماه صفنات فعنيع. صفنات فعنيع يعني مخلص العالم، ودي اشاره او رمز لان السيد المسيح هو مخلص العالم. يعني يوسف كان يشير الى السيد المسيح، زي ما يوسف خلص ارض مصر من المجاعه وخلص العالم من المجاعه، السيد المسيح خلصنا من خطايانا، فده كان رمزيه للسيد المسيح. وجوزه فرعون، جوزه اسناد بنت فوتي فارع كاهن اون. ولو جينا نفكرنا شويه، هو اشمعنى جوزه الجوازه دي؟ لو ركزنا، اسناد ايش عرفها بيوسف؟ اسناد دي بنت كاهن اون، يعني بنت كاهن ما تعرفش يوسف باي شكل من الاشكال، ويوسف كان في السجن ال10 سنين اللي فاتوا، فايش عرفها بيه او ايش عرفه هو بيها؟ فواضح ان الجواز ده زواج سياسي. يوسف في النهايه عبد مسجون، الشعب مش هيقبلوا انه يبقى الوزير عليهم، لكن ممكن يقبلوا لو هو كان جوز بنت رئيس الكهنة او جوز بنت الكاهن بتاع قوم، فده يقبله لانه كده هو هيبقى ليه حيثية تانية، يبقى اللي هيحكم الشعب او الوزير بتاع الشعب مش العبد الذليل، لا ده جوز بنت الكاهن قوم، فيديله حيثية جديدة، وفي نفس الوقت يقرب الكهنة منه على اساس انه مرتبط ببنته، فهو ده اتخيل انه زواج سياسي. اتفضل يا ابويا الصوره اللي بعد كده. قعد يوسف يجمع في سنين الشبع حوالي 7 سنين، 7 سنين يجمع فيهم. جمع، يقول الكتاب جمع، كان بيجمع خمس غله الارض، وبنى مخازن عظيمه جدا. نص الكتاب يقول ان المخازن دي داخل المدن علشان بعد كده لما يحتاجها ما يحتاجش الى وسائل مواصلات، وفي نفس الوقت داخل المدن تبقى محميه. وجمع كتير جدا جدا جدا. بعد 7 سنين الشبع جت 7 سنين الجوع. طبيعي اول سنه الناس معهاش اكل، ففي اكل في المخازن بتاعت جلاله فرعون، فراحوا ليوسف، راحوا لفرعون فقال لهم روحوا ليوسف فاشتروا من يوسف القمح علشان يعيشوا، ده اهل مصر اشتروا قمح عشان يعيشوا وبالفلوس. تاني سنه يحكي لنا الكتاب بعد كده التفاصيل اللي حصلت خلال ال7 سنين. تاني سنه ما كانش معاهم فلوس، الفلوس خلصت، فقال لهم خلاص هاتوا البقر اللي عندكم الممتلكات واشتروا قمح. تالت سنه قالوا له لا عندنا بقر ولا ممتلكات ولا فلوس، وهتسيبنا نموت من الجوع؟ قال لهم لا، ادوني الارض بتاعتكم.
طب ومين هيزرع الارض؟ فحصل ديل بين يوسف وبين المصريين، انا اتكلم دلوقتي على يوسف الوزير، حصل ديل بين المصريين وبين يوسف انهم هو اشترى الارض منهم بالاكل، بس هم هيقعدوا على الارض زي دلوقتي بنسميه حق انتفاع، هم هيقعدوا ويزرعوا الارض وياخدوا خيرها في نظير 20% يدوها لفرعون، يعني هي الخمس يروح لفرعون والاربع اخماس ياخدها الفلاحين اللي ممتلكين الارض اللي قاعدين على الارض. والحكايه دي لعلها اول فكره ضرائب على مستوى التاريخ، فكره ان انا هاخد خمس المكسب، خمس الغله كضريبه، وال 20% دي في احسن بلاد العالم ال 20% رقم متوازن جدا. طبعا في بلاد في العالم بيدوا ضرائب اقل، لكن في بلاد بيدوا ضرائب لغايه 40% و50%، فنسبه ال 20% نسبه ممتازه جدا، لا ترهق المصريين وفي نفس الوقت تكسب الدوله كتير جدا، 20% من قيمه مبيعات الارض كلها، من قيمه الدخل بتاع الارض كلها هيروح لفرعون. فكان ديل موفق جدا عمله يوسف. اما بالنسبه لعائله يوسف، فطبيعي انه المجاعه شملت المنطقه كلها بما فيها الارض كنعان. فجاء ابو يوسف ابونا يعقوب قال لاولاده روحوا اشتروا لنا قمح، انا سامع ان في حد قال لي ان في قمح في مصر، روحوا اشتروا لنا يلا مع بعض 10 تنفار منكم، اولاده العشرة يروحوا كل واحد يشتري له شوالين ولا حاجه وتعالوا خدوا فضه. ابونا يعقوب ما كانش فقير، معاه فلوس بس هو ما فيش زرع اساسا، فخدوا فضه وروحوا اشتروا من ارض مصر، وسيبوا لي بنيامين لان الولد ده يعني هو وحيد ام، خفايه ان اخوك الثاني الكبير اللي هو يوسف مفقود. راحوا العشره، وزي ما قلت لكم انه يوسف كان بيحكم من اواريس اللي هي في شمال الدلتا او في وسط الدلتا شمال القاهره، فهي دي اول منطقه يدخل عليها اللي جايين مسافرين. لو شفنا الخريطه هتلاقوا عليها اول منطقه يدخل عليها المسافرين من ارض كنعان لارض مصر. هم رايحين عشان يشتروا ببراءه، شافهم يوسف عرفهم على طول، هم ما عرفوش يوسف طبعا بطبيعه الحال. هو يوسف لما بعد عنهم كان عنده 17 سنة، دلوقتي يوسف عنده كم سنه؟ هو دخل حلم فرعون كان هو عنده 30 سنة، وكمان 7 سنين الشبع بقى عنده 37، يعني ونقول سنة عبال ما يجي، فيبقى كده هو عنده حوالي 38 39 سنة، ده يوسف. فالفرق كان كبير قوي، 21 سنة ولا حاجة. فهم ما تعرفوش عليه لأن يوسف ملامحه اختلفت. هو لما سابهم هم كانوا كبار، فدايما الكبير في بعض الملامح بتختلف لكن الشكل العام ما بيختلفش، زائد ان هم مع بعض وهم ما غيروش لبسهم وهيئتهم ما اتغيرتش وهو مع بعض، فهو كان من السهل قوي ان هو يعرفهم لكن هم ما عرفوش. وكان في كمان سبب ان هم ما توقعوش انه ممكن يقابلوا، هو عرفهم وابتدى يلعب معهم ويظهر اللعب. دي كانت سمة في البيت، عارفين المثل بتاع اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لامها، هتلاقوا كده عائلات، في عيله مثقفه، في عيله لعبيه، في عيله علميه، في عيله مش عارفه ايه، كله بيعلم بعض. العيله بتاعت ابونا يعقوب اسرائيل كانوا كلهم بيلعبوا على بعض، هو كان بيلعب على ابوه ده ابونا يعقوب، ولعب على خاله، ومراته لعبت على ابوها، والولاد لعبوا على ابوهم، فاللعب على كله. فيوسف مغروس في العيله دي، فيوسف ابتدى يلاعب اخواته. الفرق بين لعب يوسف ولعب اخواته ان لعب اخواته مؤذي، ده كان هيقتلوه، لكن لعب يوسف يعني بينقرضهم بالكلام بس، بيدغدغ مشاعرهم، وهو اساسا عايز يعرف معلومه مهمه جدا، هيبان ده وهو بيسالهم، هو عايز يعرف معلومه مهمه. المعلومه دي بابا عايش، اخويا عايش وموجود، هو عايز يعرف
ما هو يمكن بابا مات، يمكن اللي عملتوه فيا عملتوه بنيامين وقتلته بنيامين. هو عايز يتاكد من كده، ولو سالهم بشكل مباشر فممكن يضحكوا عليه ويكذبوا عليه، ده كانت عادتهم. فهو عايز يعرف المعلومه المهمه دي من غير ما يقول لهم. فابتدى يقابلهم بجفاء وابتدى يقول لهم جواسيس انتم جيتوا لتروا عوره الارض، وهم وابتدوا يسجدوا له اول ما شافوه. وافتكر يوسف الاحلام اللي حلمها من بتاع 30 سنه ولا حاجه ولا 25 سنه، لما كان بيحلم ان اخواته هيسجدوا له. المهم سجدوا له وهو عارفهم، وابتدى يعاملهم بجفاء، وانتوا ازاي جايين تدسسوا الارض؟ هو قالوا له لا ده احنا حكوا له الحكايه بتاعتهم، هم ما خدوش اخوانا، فحكوا له ده احنا اولاد راجل واحد وفي واحد مفقود والتاني عند ابوه والقصه دي. فقال لهم لا انتوا جواسيس، وراح خدهم وسجنهم، سجنهم 3 ايام، يعني نفس تهديده وسجنهم 3 ايام. هو في الاول قال لهم بصوا انا هسجنكم كلكم، واحد بس يفيد ويروح يجيب اخوك ويجي. واضح من الكلام ان هو عايز يطمن ان اخوه بنيامين عايش، فواحد منكم يروح يجيب اخوك ويجي عشان اتاكد ان انتوا كلامكم صح. بعد 3 ايام طلعهم وقال لهم انا راجل بخاف ربنا، واحد بس اللي يقعد وكلكم تمشي. وبرده كان بيكلمهم بجفاء، فابتدوا يتكلموا. خلي بالكم يوسف كان بيتكلم في الوقت ده بلغه اهل مصر، باللغه الهيروغليفيه، وهم بيتكلموا العبريه، ففي ترجمان بيترجم، لكن يوسف كان فاهمهم هم بيتكلموا. فابتدوا يتكلموا مع بعض يقولوا ايه؟ اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقه نفسه لما استرحمنا ولم نسمعه، لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. وقال لهم رأوبيم، رد عليهم رأوبيم البكري، ألم أكلمكم قائلا لا تأسموا بالولد وأنتم لم تسمعوا وذا دمه يطلب؟ فلما سمع أبونا يوسف الكلمتين دول نفسيته تعبت، فتحول عنهم وبكى، ثم تجلد ورجع وقال لهم ها نفذ الكلام اللي انتوا اللي قلت لكم عليه. وخد شمعون أخوه الكبير نمرة 2 أو 3، فخد شمعون نمرة 2 وسجنه وطلقهم 9 الباقيين. أنا مش عارف ليه واخد شمعون وسجنه، هل هي مصفة؟ هل هو ترفق برأوبيم لأنه رأوبيم كان عايز يطلقه ولما رماه في البير فكان عايز يطلقه، فهو ترفق برأوبيم الكبير فخد نمرة 2؟ هل شمعون كان متزعم فكرة قتل يوسف؟ أنا مش عارف. هل ولا حاجة مجرد مصفة؟ المهم إنه خد شمعون وسجنه فعلا. راح 9 الإخوات لأبونا يعقوب ولقوا الفضة في الشوالة بتاعتهم، ويعقوب أول ما شافهم وحكوا له الحكاية قال لهم أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وعايزين كمان تاخدوا بنيامين، كل ده عليا أنا هموت بسببكم. ومرضاش يرجعهم شمعون. لاوي سوري آسف، رأوبيم اللي هو الكبير قال له يا بابا طب نروح وناخد بنيامين وانا اضمنه لك ومش عارف ايه، زي ما يكون ابونا يعقوب كبر دماغه وكأنه مش سامع رأوبيم. ما تنسوش ان رأوبيم كان ليه قصه سيئه جدا مع ابونا يعقوب لما اتجع مع ساريه ابونا يعقوب، وبالتالي كان مجنبه وما بيسمعلوش، ويعني هو ابنه لكن انا مش مقتنع بكلامه. وفات على الحادثة دي مش أقل من 2 أو 3 شهور، لأن بعد كده يقولوا له إحنا لو كنت طلقتنا من الأول كنا رحنا وجينا مرتين، المرة تاخد لها حوالي شهر لأن أسبوعين من أرض كنعان لمصر رايح وأسبوعين جاي، فالمرة تاخد لها شهر. فكون إن هم يقولوا له كنا رحنا وجينا مرتين يبقى فات حدود من 2 أو 3 شهور. بعد 2 شهر كانوا هيموتوا من الجوع، ابونا يعقوب يقول لهم روحوا هاتوا اكل من مصر. طبعا هما قالوا له مش هنقدر نشوف الراجل الا لما يكون اخونا معانا. وانا مش عارف ليه هما ما تلعبوش وخدوا اي حد من العبيد اللي عندهم وقالوا ان ده بنيامين، ما تفهمش هما ما عملوش الكلام ده ليه. المهم جه يهوذا النمره 4 في اولاد
أبونا يعقوب. بس واضح إن يهوذا كان راجل ذو شخصية واسمه مسمع وحاجة كده مفتخرة، وأبوه بيفتخر بيه وبيسمع كلامه، وبالتالي هو بعد كده هيديله البكورية، يوسف هياخد البركة وهو هياخد البكورية. فهو واضح إن هو كان تقيل وكان كلمته مسموعة عند أبونا يعقوب. فقال له أنا أضمنهولك برقبتي يابا، أنا أروح ولو ما جيتش هتقتل بداله، أضمنهولك برقبتي من يدي تطلبه. فسمح ليهم، خد العيلة قالوا له طب والفضة اللي اتاخدت قبل اللي لقيناها قبل كده؟ قالوا ما فيش مشكلة، خدوا فضة القديمة وخدوا فضة جديدة وخدوا كمان هدية من أرض كنعان. أرض كنعان والمنطقة دي كلها الأردن وفلسطين مشهورة بالمكسرات، الفستق واللوز والحاجات دي، والحاجات دي نادرة الوجود في مصر، في أرض فلسطين والمناطق دي ببلاش. فقال لهم خدوا شوية خير من الحاجات دي وودوها هدية للراجل ده، ملهاش دعوة بالحساب. فعلا راحوا العشرة إلى الحداشر المرة دي، لا عشرة، لأن في أخوهم شمعون كان لسه في مصر، فراحوا العشرة واتقابلوا مع شمعون واتقابلوا مع يوسف. اتفضل يا يوسف، الصورة اللي بعد كده. أول ما يوسف شاف أخوه بنيامين يقول إيه، فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال هذا أخوكم الصغير. اتأكد هو ده بنيامين الذي قلتم عنه إن هو ده المفقود، وقال له ربنا ينعم عليك يا ابني. أول ما شاف أخوه استعجل إنه يدخل أوضة لوحده ويبكي للمرة الثانية، المرة الأولانية لما هو قال افتكر لما هو كان بيتذلل ليهم وهم قالوا احنا ما رحمناهوش، دي في اول مره، ودي المره الثانيه اللي هو لما شاف اخوه شقيقه من الاب ومن الام، فقال له ربنا يمن عليك يا ابني. وقال لهم روحوا، قال لك العبيد بتوعه روحوا جهزوا لهم قعده في بيتي انا الشخصي، في البله اللي قاعد فيها يعني، في بيته الشخصي. طبعا احنا كلنا كبشر لما نشوف اوضاع زي كده تيجي الافكار السوداء عندنا. فيقول ايه، فالاخوات مع بعض، هو اخذنا ومرضاش يدينا القمح من المكان اللي بيبيع فيه ودانا البيت علشان يهجم علينا علشان يقتلنا واحد واحد، هو عمل كده ليه؟ فابتدوا يقلقوا، فراحوا للمسؤول عن البيت وقالوا له على فكره، هو عملوا خطوه للامام يعني، على فكره احنا المره اللي فاتت لقينا الفضه اللي اشترينا بيها في الشوله بتاعتنا، احسن يكون غلط ولا حاجه، فتفضل الفضه بتاعه المره اللي فاتت زائد الفضه بتاعه المره دي. فاللي ماسك بيت يوسف قال له انا مفيش غلط ولا حاجه، فضتكم وصلت. معنى الكلام ان يوسف وزير مصر كلها المتحكم في كل املاك مصر كلها، لما خد 12 شوال قمح ولا حتى 20 شوال قمح اداهم لاخواته دفع ثمنهم. معايا في النقطه دي، الفلوس اللي اتدفعت، رئيس بيت يوسف قال لهم لا مفيش اي غلط، ده الفلوس الكشوفات عندي بتقول ان الفلوس اتدفعت. مين اللي دفع الفلوس؟ مفيش الا يوسف، يعني يوسف الفرعون اللي هو وزير فرعون اللي هو يمتلك كل شيء اللي في ايده يعمل اي حاجه، ومع ذلك لما جه يدي هديه لاخواته دفع ثمنها، مش سرقها يعني او خدها هيبه او حطها تحت اي بند. المهم جم جه يوسف من شغله وقعدهم ياكلوا معاه، وكعادة المصريين والشرقيين تقريبا كلهم بيقسموا المنابات، يعني لما يقعدوا على سفرة ويوزعوا أكل مش قبل المفيد اللي عايز حاجة ياخدها، لا كل واحد قدامه طبق بيحط قدامه اللحمة بتاعته. ومن عادتنا ان لما حد ضيف مهم بنديله مناب كبير، فراح هو ادى حط منابات لكل اخواته وادى ليوسف مناب 5 اضعاف، واداهم الفضه وخد الفضه وكله تمام كله تمام كله تمام، وخرج معاهم اخوهم اللي كان مسجون وطلقهم. بس كان عامل خطه انه الكاس بتاعه حطها في شويله بنيامين، هو برضه لسه بيلعبهم.
عارفين القصة، بعد ما انطلقوا بمسافة صغيرة بعت وراهم الحراس جري، فتشوا في طاس يعني زي كاس مسروقة من بيت سيدي، ففتشوا ولقوها في شوالة اللي هو ماسكها بنيامين، فما رضوش قدروني يتكلموا، فرجع القبيلة كلها أو رجع ال11 كلهم رجعوا ليوسف عشان يشوفوا هيعملوا إيه. يوسف أول ما شاف كده اتفرج واتن عليهم يعني باللفظ البلدي يعني، وقال لهم انتوا مش عارفين ان انا بتفائل وبتشائم، ازاي انا اعمل فيكم خير وانتوا تسرقوني، انا من اول قلت عليكم كذا وكذا، انا هسجن اللي كان معاه. فكل الاخوات قالوا له يعني قالوا له خدنا احنا وسيب يوسف، سيب بنيامين، لا اللي عمل الغلط هو اللي يتسجن، لكن الباقي انا راجل اخاف ربنا. في لغاية هذه اللحظة ابتدى يهوذا الكبير العائل اللي ضمن بنيامين لابوه ابتدى يتكلم. فبنيامين قال له اسمح لي بالكلام، اتفضل. سوري يهوذا قال له اسمح لي بالكلام، قال له اتفضل. فابتدى يتكلم مع يوسف، قال له حكايتهم كاملة، وقال له ان في دول اتنين اخوات وواحد مفقود، وده الابن الثاني، والاب متعلق بيه ووصاني ومش عارف ايه وانا ضمنته. ويقول له نصا: متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبط بنفسي، يكون متى راى ان الغلام مفقود انه يموت فينزل عبيدك شيبه عبدك ابينا بحزن الى الهاويه، لانه عبدك ضمن الغلام لابي قائلا ان لم اجيء به اليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام، فالآن ليمكس عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي. يعني كانت كل مشكلة يهوذا قال له أنا ما أقدرش أشوف أبويا وهو بيموت، أبويا مش هيعمل لي حاجة لكن هو هيموت مني، وأنا ما أقدرش أشوف أبويا وهو بيموت، خدني انا اتسجن بدالك بدال يوسف و سوري بدال بنيامين، وعلشان ابويا يرضى وما يموتش بسببي. ودي كانت اشاره بشكل ما الى السيد المسيح الذي راضى الاب فحكم عليه بالموت بدلا مني انا الخاطي. بنيامين هو اللي اخطا، او في الصوره إن بنيامين هو اللي أخطأ، فيهوذا تبرع وقال أنا اتسجن بدال أخويا علشان أبويا ما يزعلش، والسيد المسيح إحنا اللي أخطأنا وقال أنا أموت بدالنا حتى أرضي العدل الإلهي. أول ما يوسف سمع الكلام ده، كلام صعب قوي روح نفسيا يعني، فالمرة دي المرة الثالثة اللي يبكي، المرة دي لم يقدر أن يضبط نفسه، ما قدرش يوصل للأوضة اللي جنبه علشان يبكي فيها. فيقول إيه؟ فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فأطلق صوته بالبكاء، خلاص ما بقاش يستحمل، وقال لهم جملة واحدة بس، وده الدليل إيه اللي كان بيحرك أبونا يوسف. أنا يوسف، وبيطمنهم أنا يوسف، بيسألهم هو سؤال واحد: أحي أبي بعد؟ أبويا لسه عايش. طب ما احنا قلنا لك إنه كان عايش، بصراحة مش مصدقكم، ما انتوا عملتوا فيا قبل كده وكذبتوا أكتر من مرة، أنا عايز أطمن على أبوي، أنا مش عايز أي حاجة من الدنيا، أحي بعد؟ أحي أبي بعد؟ كل اللي عايز أطمن عليه أبويا. اتعرف الكلام واتعرف عند فرعون، وكانت الخطة أنهم يروحوا يجيبوا يعقوب علشان يوسف، لأن يوسف ما يقدرش يسيب مصر، لأن هو في وسط مجاعة، في وسط أزمة كبيرة اللي هي المجاعة، ولسه فاضل في المجاعة 5 سنين، ومش هيقدر يستنى 5 سنين لغاية ما يشوف أبوه، وفي نفس الوقت ما يقدرش يسيب مصر، مسؤولياته كده. فاللي ممكن يتحرك هو يعقوب. فادى بخير لاخواته
بأوامر من فرعون طبعا، ادى خير كتير لاخواته وقال لهم ما تتخانقوش مع بعض في الطريق ومحدش يتكلم التاني في اي حاجة، خلاص اللي حصل حصل، روحوا قولوا لابويا تعالى واحكوا له الحكاية. وبعت معاهم عجلات حربية علشان ينقلوا يوسف في بكل امان من اي مخاطر محيطه. السؤال اللي بعد كده يا ابو، راحوا وقالوا خبط لزق كده اهوت لابونا يعقوب، واخبروا قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل ارض مصر. قالوا له ابنك عايش وهو متسلط على كل ارض مصر. انا متخيل ان لو واحد عادي سمع الحكاية دي ممكن يموت فيها، يعني يجيله صدمة عصبية. الكتاب المقدس قال لنا على اللي حصل في كلمتين في غاية الرقي. أصل الكاتب هو موسى النبي، كاتب سفر التكوين موسى النبي، فراجل يعني كاتب رائع ومتعلم بحكم حكمة المصريين، فبيعرف يصيغ الكلمات. فقال جملة واحدة يقول إيه؟ فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، فقال إسرائيل كفى. يعني إيه جمد قلبه؟ يعني حصل له حاجة زي الإزبهلال، ما بقاش عارف ينطق، جمد قلبه، نفسه يصدق وعايز يصدق وخايف يصدق، نفسه يصدق أن يوسف حي ومحتاج يصدق أن يوسف حي وخايف يصدق أن يوسف حي، يكونوا بيضحكوا عليه علشان هو راجل كبر فبيضحكوا عليه زي ما هو عمل قبل كده مع ابوه، فخايف يصدق ونفسه يصدق ومحتار ومش عارف يعمل ايه. لكن لما شاف العجلات بتاعت فرعون، ولادي مش بتوع عجلات حربية، لما شاف العجلات الحربية وشاف الجنود وشاف ملابسهم وشاف الخير، يبقى ده دليل ان كلامهم صح. فالكلمة الوحيدة اللي قالها أبونا يعقوب أراه قبل أن أموت، بس أشوفه قبل ما أموت. أبونا يعقوب قال للي حواليه أشوفه قبل ما أموت، ما طلبش أي حاجة من الدنيا، أشوفه قبل ما أموت. بس كان لازم ياخد أوامر إلهية مباشرة إنه يروح لأرض مصر. أصل أبونا يعقوب اتعلم خلاص، هو لما هرب للبان ما كانش خد أمر ربنا عشان كده اتمرر، لكن المرة دي عايز يروح لأرض مصر عشان يشوف ابنه، بس ما يقدرش ينفذ الكلام ده إلا بأوامر إلهية، ما هو اتعلم خلاص. لكن ربنا رحمه من العذاب وقال له اتفضل روح، ما تقلقش أنا هكون معك. ده من الكتاب اللي يقول لنا كده. فخد يعقوب ديله في سنانه وخد ممتلكاته من 70 لـ75 نفس، وراح اللي هم من العيلة يعني، وراح عشان أرض مصر يشوف ابنه. طبيعي العجل اللي راكب فيها يعقوب بتمشي على مهل، لأنه راجل عجوز كان عنده 130 سنة، فكان راجل عجوز فكان لازم العربية تمشي على مهل. في حد سائل العجلة بتاعته أو الحصان بتاعه بسرعة وراح أخبر يوسف أنه خلاص أبوك على مشارف البلد يعني. فتحرك يوسف علشان يقابل أبوه في نص يعني على مشارف مصر أو يعني على مشارف الدنيا. يقول كتاب إيه؟ أول ما قابلوا هما الاثنين بعض، لقاء اتأخر حوالي 22 سنة. كان عنده 17 سنة وقضى 13 سنة ما بين عبد ومسجون، وقضى كمان 7 سنين للشبع، وقضى كمان سنتين جوع، كان حوالي 22 سنة ولا حاجة. لقاء اتأخر 22 سنة، لقاء ده فاكر انه ميت وده مش واثق انه لسه عايش، ده فاكر انه ميت وده مش واثق انه لسه عايش. فالاتنين اول ما شافوا بعض زي ما الصورة باينة قدامكم، يقول عن الكتاب المقدس ايه؟ يقول ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. عارفين يعني ايه زمانا؟ يعني ما بقوش يحسبوا الوقت. لما الواحد بيشوف حد غريب عنه او يعني ما شافوش اقصد من فتره، يعبط فيه ويبوسه 15 ثانيه، لو وحشه قوي دقيقه، لو وحشه قوي 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 3 دقائق. لكن ده زمانا. وكاني ابونا يعقوب
خايف يفقد يوسف مرة تانية، فخده في حضنه ومش عايز يسيبه. وقع على عنقي زمانا، فقال إسرائيل يوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي. خلاص أنا مش عايز أي حاجة من الدنيا، أنا شفتك خلاص كده يكفيني من الحياة. دي أحلى لحظة للموت، إن أنا شفتك. أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي. الصورة اللي بعد كده، سكن أبونا يعقوب في أرض جاسان، سكن جابهوله يوسف طبعا هو والإخوات كلهم، وكان المفروض من اللباقة أن يشوف يعقوب يروح يسترضي فرعون ويقول له متشكرين على الأرض اللي أنت سبتها لنا وكده، يعني الحاجة العملية في أمور لبقة. طبعا فرعون استحالة يروح ليعقوب، فالطبيعي أن يعقوب هو اللي يروح لفرعون. فراح له فعلا، خدوا معاد مع فرعون وراح له فعلا. الصورة قدامكم، راجل عجوز كهل واقف قدام فرعون. ففرعون طبيعي اي واحد بالمنظر ده هيقول له ايه ولا يقول له ايه. فهو راجل شافه كبير، فاول حاجه، ما هو عارف اسمه انه يعقوب، يعقوب اسرائيل. فاول حاجه قالها له، قال له: انت كم عندك كم سنه يا ابا؟ فابونا يعقوب قال لفرعون جمله من 6 7 كلمات فيها خبره السنين كلها. فقال له ايه؟ قال له: أيام سني غربتي 130 سنة قليلة وردية. أنا عايش أديري 130 سنة بس أنا في غربة. عارفين كده اللي غير أمريكا، اللي في مصر لو تفتكروا، لو اللي في مصر يروح السعودية مثلا أو يروح الكويت، يبقى عارف إنه في غربة، يعيش في السعودية دي 1 2 20 سنة، لكن طول الوقت هو عارف انه في غربه. هو اساسا معهوش الباسبور السعودي، هو عايش في غربه. ولما بيكون فلوس يعمل بيت في ارض مصر، وبلده ارض مصر، وعارف انه في يوم من الايام هيروح ارض مصر. ده لو مات يقول لك ادفنيني في مصر، وقبل ما ولو ما ماتش يعني لو حياته طبيعيه في اخر حياته يقول لك لازم يرجع في مصر عشان يعيش اخر سنه في مصر. وهو عايش في غربة في السعودية. هنا أبونا يعقوب حس بالكلام ده بس على الأرض كلها. هو عارف إن هو بلده هي السماء، هو جاي الأرض دي مجرد غربة. أيام سني غربتي، غربتي بين قوسين في العالم. علشان كده بولس الرسول في العبرانيين في الآية الموجودة تحت: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. دي حكمة أبونا يعقوب اللي خده، اللي عاش حياته بالطول والعرض، اللي اتنقل من بلد لبلد، اللي كسب كتير وخسر كتير، اللي بهدل الدنيا، اللي تاب، اللي عارف إن الأرض دي كلها مجرد غربة. 130 سنة بالنسبة لآبائي قليلين، وبالنسبة لحياتي في السماء هي قليلة، والأرض كلها رضية، لأن الراحة الحقيقية هي في السماء. لكن الأرض مهما كنت مستنعم، مهما أبونا يعقوب كان رجل غني جدا، مهما كنت غني وعندي أولاد وعندي أملاك ودلوقتي عايش في مصر أغنى بلد في العالم في الوقت ده وعايش متنعم وابني الوزير، فهي قليلة ورضية. الصورة اللي بعد كده يا أبويا، عاش أبونا يعقوب في أرض مصر حوالي 17 سنة بعد كده، يعني ما ماتش على طول، قعد 17 سنة وهو متنعم بخيره وبخير ابنه.
طبعا ابونا خلص سنيا المجاعه، لكن وعاش حياته الطبيعيه يوسف، بس فضل محتفظ بوظيفته. بعد، وطبيعي كان يوسف كان ليه بيت وابونا يعقوب ليه بيت، فلكن كان بيزور ابوه كل فتره من الزمن، ده زي اي ابن كويس. لكن ابونا يعقوب اسرائيل حس انه خلاص كبر، فحب يستدعوا له ابنه. حاضر يا ابويا، خلص في الدقيقه. فاستدعوا له، قالوا هات يوسف عشان اشوفه. فيوسف جه هو واولاده الاثنين، فقال له ايه؟ قال له لم اكن اظن ان ارى وجهك، هوذا الله قد اراني مثلك ايضا. بصوا الكلام بتاع العواجيز، انا ما كنتش فاكر ان انا هشوفك دلوقتي كمان شايف ولادك. وخد عياله الاثنين منصة وإفرايم، و يعني جاب له الولادين. فابونا يعقوب حط ايده على سامي، على شكل الصليب، ودي اللي القرايه اللي بتتقري يوم الجمعه العظيمه. حط ايده مثال علامه الصليب اليمين على الصغير والعكس. فابونا يوسف بيقول له مش كده يا بابا، افتكر ابوه غلط يعني، لان ابوه يعقوب كان عينيه كلت ما بقاش يشوف، ويظهر حكايه وراثه في العيله يعني. فقال له لا انا عارف، يا انت فاكر يا واد انت ان انا كبرت وخرجت، انا عارف انا بعمل ايه. هو كانت نبوه، عايز زي ما بقول لكم 17 سنه، ومات كانت سنيه حياه ابونا يعقوب 147 سنه. الصوره اللي بعد كده يا ابويا، خلاص انا خلصت. الصوره اللي بعد كده 147 سنه، بارك ولاده قبل ما يموت، وقعدهم الولاد ال 12، وتنبأ عن حياه كل واحد في ال 12. طبعا كل واحد بنبوه شكل، من ضمنها يهوذا قال له هيخرج منك المسيح، يعني من بين رجليك هيخرج المسيح. وادى البركه ليوسف، قال له منسى او افرايم هيبقى اولادك، ولادك هيبقوا اولادي اكنهم من الاسباط. والبكوريه اداها ليهوذا، ومات وحنطوه وخدوه ودوه الى مغاره المكفيله. ابونا اخوات يوسف خافوا منه انهم بعد ما الاب مات هيبهدلوهم، لكن هو قال لهم ما تخافوش، انتم قصدتم لي شرا والله قصد بي خيرا. وعاش يوسف ومات ابن 110 سنين، وحنطوه وحطوا جثمان في أرض مصر، لكن أوصاهم إنهم لما يخرجوا من أرض مصر ياخدوا التابوت. والمجد لله أبديا آمين. احنا مبسوطين بسلسلة الدروس الجميلة دي على السامح في العهد القديم، ومبسوطين بوجودك معانا دايما. يخليك يا أبويا، ألف ألف شكرا. أنا مش عارف أشكرك إزاي، وآسف للنت اللي كان بيتقطع. لا، ده كان حصل في الدقايق الاولى بس، اللي بعد كده كان زي الفل. اشكرك يا ابويا، صلواتك. اشكرك يا ابويا، وشكرا انك اديتني الفرصه الحلوه دي. ربنا يخليك، انت بتشرفنا يا استاذ سامح. حد عنده اي استفسار او سؤال يا جماعه او اقتراح؟ طيب نختم بالصلاه مع بعض. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تعيشوا وتصلوا جميعا، تعيشوا وتخدم وتعيشوا وتعلم يا استاذ سامح. تعيشوا وتصلوا يا ابو تعيشوا.